تحية طيبة مشاهدي الأعزاء، مشاهدي الموريتانية الثقافية، أهلا ومرحبا بكم في بداية حلقة جديدة من برنامج الراوي. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. هذه الحلقة استضفنا لها تعود توجيهية بامتياز، واستضفنا من خلالها الأديب الشاب محمد والشيخ نور الحبيب الملقب الداه، وهو أحد الأدباء الشباب المتطلعين واللي يبقوا الأدب ويبقوا التعمق فيه جدا. جزاه الله خيرا وشاكرين على قبول الدعوة. الحلقة لا تعود توجيهية، ومن خلال هذا التوجيه نختار الناس كاملة والأدباء كاملين يقبضوا العبر من هذا كامل اللي له ينقال ويتبناه به. التوجيه هو صمام الأمان للإنسان على أنه يقد يساير المجتمع وقد يساير هاي الحياة اللي متقلبة واللي مثلا فيها ياسر من الشبهات وياسر من ونحن كمسلمين الحمد لله اللي ننعم بنعمة الإسلام نختار هذا الركاتية التوجيه تعود شيع بين الناس وتتبناه كاملة، وهو فيها الله الصالح وفيها الله كل شيء جيد. إذن يقول الإمام الجليل محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: المرء يعرف في الأنام بفعله، وخصائص المرء الكريم كأصله. اصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره. لا تستغيب فتستغاب، وربما من قال شيئا قيل فيه بمثله. وتجنب الفحشاء لا تنطق بها ما دمت في جد الكلام وهزله. وإذا الصديق أساء عليك بجهله فاصفح لأجل الود ليس لأجله. كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله. البحر تعلو فوقه جيف الفلا، والدر مطمور بأسفل رمله. وعجب لعصفور يزاحم باشقا إلا لطيشته وخفة عقله. إياك تجني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع بالمذاق لأصله. في الجو مكتوب على صحف الهوى، من يعمل المعروف يجزى بمثله. مرحبا بك وسهلا. يا مرحبا ضيفي الكريم محمد الشيخ نور الحبيب. تسلموا على المشاهدين. والله الا مرحبا، ورانا مسلمين على المشاهدين، ورانا بعد مبدئيا شاكرين التلفزيون الوطني على الاضافه، وشاكرينك انت فاضل البنان والخصوص على هذه المحبه والمعزه اللي كان نحن هذا الشباب. شكرا. اللي ما نعرفوا لين نخلصوا هذاك باش. شكرا. ونختاروا بعد سنت في الحلقه نبداوا بطلعه من التوحيد. والله اياك نبركوا بهذه الجلسه. والله خارقه طلعه يقول الاديب الكبير الجواد المداح رحمه الله، يقول يا ربي ذنبي حذرني روحي لا تمر لي الجفه منين تفوت تبشرني بالجنه حدين توفى. يا ربي ذنبي حذرني روحي لا تمر لي الجفه منين تفوت تبشرني بالجنه حدين توفى. حتى انا ذنبي يا ربي باضعني، واخبر يا ربي في الظاهر منه والمقبي ما في عليك اللي تخفى، واللي عندي فيه وطبي من قبل اعمالي في الكفين دا، وحقي من كذبي في كفه كامل يصفى فضلك. اذا اللي من لبي طاير
وفي حال المشفة بشرني ما زدت مهبي في الدنيا سابق تنسفة بالجنة يتمونى قلبي سابق نتوفى نعرف الله الله. وما يخص التوجيه هون طلع الأديب الكبير محمد الفزاز يقول خالك شي الناس من الساس اللي كيف الناس تواسيه حد بليلو يعطيه وحاس عنه ليلو يعرف أعطيه يمشي يوكل في الناس وكاس وإلى راه صحاله فيه وحد بليلو ما على باس ما يعطيه كالزبيدي يحكم في معالين الناس كيف يدي ويحكم رجلي. الله 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 لنا الزين الله لنا الزين هذا ما معقول به الزين. فيه طلعة تقول أنجع عنكم ذاك اللي قلت قبيل الله بصيفته ذيك على حتى المديح توجيه هو التوجيه هو الأدب كامل توجيه لأن التوجيه هو صاب في القيم وفي الأخلاق وفي ذا اللي مديور من الإنسان حق وهذا كامل في انتين مثلا تجيب المدح هذا توجيه للقيم وللأخلاق وللكرم وللشهامة ولين تجي في الرثاء توجيه لذكر محاسن الميت وهذا توجيه فهم به اللي ذكروا محاسن موتاكم فهم وإلين تجيبوا الفخر هذا توجيه لأن إنسان اللي يعدل شيء صالح هذا فخر فهم معناه يعني الأدب كامل توجيه توجيه حق بقى توجيه حق ما ترى يكون النقصان يا العقل ذا الامتحان ما حجلك ذاك اللي كان توسقرك ما زدت تشاش ولا حجلك الكعب عمان ولا حجلك لعبك الانقاش عاقبلين لعدت انسان وشفت لين لعدت فقراش الله يزيد ما حجلك عنك فتان يا العقل عنك بطاش ولا حجلك عنك زقنان ولا حجلك عنك خشاش ولا حجلك كلت جديان وكلت الكباش على الكباش في الديار وسطحه الفلان لانتشر لك فوق الفراش ما حجلك هول البيضان ذاك فيه الميل تشاش خابطوا لأحمد زيدان زين بعد تغني هماش فاردين وسط حنان ما حجلك سابق ذباش قيطنا دنخل في الوديان والنفاضة وتملى عراش ولا حجلك ذاك التفنان فيه لين عرفتاش مناش ولا حجلك الخريف زمان في الربيع عليك رش راج جو زين ولمزون قران رافدين براك تنقراش ما حجلك ذا في الربان ولا تقول الراسك ذا لاش ولا تفيق أما لك معمول بيك والله ما نقراش قول لي الله لي بزيد تصدقني في القول يا العقل انت واحد فاش الله لي بزيد الله بعد الله الله بعد الله محمد لا هي لا يحكي لك هون طلع التوجي والله وشهيرك والله العقل صبر تجلاجك دور كان خلاقك تبرد بالشور خارج ياسر من الشميسور ياسر من الشميسور ريت ما فيه المشقة ياسر زاد يودي القرور يقول الناس انه تقف تجبرته حق بقى وجبرت دهور ايوه نعمة وجبرت الطبقة حق بقى عقب هذا ريت المكدور منين عليك لا شقة حمد ربك رب قفور دي الدنيا ما تبقى فاتت فيك النعمة ويدور ويفوت النور وتنبدغى الله لا اله الا الله ما يخص المراثي لين احكي لك مرضية لا اله الا الله قلتها لديب الكبير ديال المداح يقول زقنا بعد تقول زقنا بعد احنا العام واللي المداح مشى عنا الجواق في اللويل قسام وجازيه مسكن جنة جنة الله لها زقنا بعد احنا العام واللي المداح مشى عنا الجواق في اللويل قسام وجازيه مسكن جنة حق بقى ومن الحور اعطيه اللي تحور فيه العين وعفاك ميسور الرحيم الرحمي الشكور الج واعطيه اللي يتمنى من غفرانك كنت غفور يا غفور اعطيه الجنة الجنة لا يا مولاي انا لا راه مكدور وذريته في اللي يتمنى وتبارك الحي الغفور فرد واحد عنده بنه وجهر ومك اللي تمحذوره وقت النباط خلع عنه الله الله زقنا بعد احنا العام ودي المداح مش عنا الج الله في اللي القسام وجازيه مسكن جنة جنة لا اله الا الله زقنا حلاوة الاخواء ايوه والتمانوكت والتعداء ها مداه ما يخشى زقال وكرم من حاتم ومثلا في الكرم والله الله ولا اعرف محا خاسر زاد ولا يتمقنا ونقولوا باطحنا في الحال إنا لله وإنا زقنا بعد إحنا لعاء يلا نمسك واللي المداح مشى عنا الجواق في اللويل قسام وجازيهم مسكن جنة لا إله إلا الله نمسك
لا اله الا الله مثيل ذا الرثاء، هذا ما هو معقول. الله هذا ما هو معقول به الزين، هذا ما هو معقول به. وراه ولك بعد ثابت والله ثابت. هو قالوا لنا دقنا انا بعد حسب الظاهر والله قاع ما خارج القاش ما يظهر هذا الشكر والرثاء اني نعود منه الصادق عود زين يعود زين. شو قاعد اللي قال فيه؟ هو قاعد الادب كامل، الادب كامل والله الدايل يعود صادق ما عنده اي مشكله والله. به اللي خالقه مقوله يقولها لك، يقول لك ان اصدق الشعر اكذبه ذاك ما هو على بابه ذاك حق ذاك ما هو على بابه الكذب ما في شي قاع زين اصدقه اكذبه اي ما كان ظاهره كذبا حق بعض فاهم مثلا يعود في الظاهر واضح فيه الشبهه والله الله الله ذاك هو اللي تعرف يجول فيه الباب الله يا غير بعد الصدق هو الاصل هو والله كل شيء اللي الصدق هو كل شيء ولا يصدق انا قايف في شي ما زيان حق وهو اسمه اسوى قاع الادب واسوى الشعر واسوى والله بعد اللي حق والله والله والله. يقول واحد من الادباء ادباء المقاومه يقول للكافر للكافر من مثل الشبعة تاهم عن قاع بلا ربع قدام حد لا يسعى فيها لا نشر المعاصي وطلبنا نعطوها ربعة من عينا ولهم حاصي غير أنا يجعل فيها خير هذا النصراني المعاصي يشاهد عنه ولي غير ما يشاهد عنه راسي الله يزيد. يقول سيدي المداح يقول مع اني ماني قاع كبير في السن ولاني زاد صغير دركت من اشراف نواوير الناس الرفيعه وجناس الناس اللي تعطي تقدير واحترام وقيمه للناس حق بقى ودركت ورا ذاك جناقير اصحاب العرض اللي ما يدناس ولا تنقاس مع قاع الغير ما تنقاس الناس الرياس حق بقى بالناس واذا ما هو تشهير قاع بحد ولا هو حق نحاس ما هباس الا في المعهود حد يتم يقيس على الناس اللي تنقاس اياك يعود هو قاع الناس اللي تنقاس تنقاس الله اللي طلع سيدي ما معقول رانا بعد موجهين له تحيه من المنبر والله الا موجهين له تحيه حق خويا الكبير والله الا موجهين والله يقول يقول مع اني ماني قاع كبير في السن ولاني زاد صغير دركت من اشراف نواوير الناس الرفيعه وجناس ايوه الناس اللي تعطي تقدير واحترام وقيمه للناس ودركت ورا ذاك جناقير اصحاب العرض اللي ما يدناس ولا تنقاس مع قاع الغير ما تنقاس الناس الرياس بالناس واذا ما هو تشهر قاع بحد ولا هو حق نحاس ما هباس الا في المعهود حد يتم يقيس على الناس اللي تنقاس اياك يعود هو قاع الناس اللي تنقاس لا اله الا الله, الله. هذا ما هو معقول هذا ما هو معقول به الله هذا ما هو معقول به الزين كان يدين يعود في تحداد هذا مولي لا شي تعرف خالقين مسلكيات عاد يعدلهم شي من الخلق وهم مسلكيات مثلا ما هي زينة حتى فهم وهذا لا من ذاك اللي يلطو يخلق فيه التوشيه هذا رقاش اللي يعود مثلا لا بين تتكلم له هو لك ما هو هو لك حاصل حق 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 يقول كان لين يعود في تحداد الراشد يزيان ويتقاد حق وينزل الكلام وينقاد لال منه متفاصل ودي وظريف والشداد الاخبار ولا هو ناصل من الاخلاق ويعرف المقاد عليه ويعرف المفاصل ملا خلق ودين والشهاد مقدم فيه وملاصق وعقب تقلب الدنيا عاد في قراش اللي واصل تراه لا حاصل وعي باطل عود ما هو حاصل الله يمزينا الله يمزينا انا بما انكم قبيله جازيكم الخير بيحتون الموج بقاع نحكون طلع على مرهون ما يقول يا رجال هذا تقول مداح وهي الشكر والشكر لا توجي الله والله والله جو المداح يقول لمراين قالها من التم تبل لازم يوعلي ذباح الناس صدر مجلة ما فيها ما هو التصراح شكرا من التم خلي الناس انا ولد مداح ومن التبو هبل
الله الله وهو بلش ومشابهته في المروه كيف ومنتو مشابهته بركة صرت ما تو خلى ذي لعل يتهم بلا عمين انتو ما خلى هذا اللي خلى بلا مستر سلسلته من شر جداد وتدل ها شور والشكر شهرته في الشعره جبرت قل بالشكر به تراجمت واللي منه شكر تولب ويانا نحكي حفلته نحكي منه ما بقل من طلع زين شاكرت وعجيب وبرهان دل نوصوا قطشتوا منه كيف زاد خلوه منه جايبته منه وعلى ذيك من تبوه ما خالفته من يوم خلقت جبل قامت محمل بتحملته كرب وعذاب ومذل واعطاها عز وجل نال تفر تمسكت من بوها وانا زاد اللي نلت مودينا قننت من بويا شتله ندلنا شكر من اللي رابطت وتربطني ما هي من حل ويا من تذي ونفدت شكر الهباح حل يسوى نظر نظريك ظلمت وسوى نظر عليه وخلى عالم اله الله لا قلت ولا ما قلت بعد اللي لازمني الله بعد اللي ذباح الناس نصدر ما جل ما فيهم هو بالتصراح شكرا من التو ما خلي الناس انو المداح ومن التو بوها بل بوها بل لا اله الا الله زين هذا ما هو معقول بينسان هون طلع اخر من المدينه تقول متوسل اللي رجع المداح هي روايه قد تشوفها علي ردميه عامه من الزمن يا غير اللي قالت القضان اللي جبارها تجيب كبير من المدابات جبار مو ما يرضع جداته تجيب كبير الا قاعد انا والناس ما تقد تشوف علي الامانيه فاتني الحق تريد رجلي بيدي البضان قالت اللي جبار مو ما يرضع جداته حق بقى وانا اللي ندور في اللي قالوا لي الحساني جابر وانا الله في المدرسه اللي مارقان منها الله بعد واذا بعد ما هو انه والله 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 روايه المدارس الاخرين والله كبار وفيهم ياسم الادباء الكبار تبارك الله قناهم زين وانا زين عندي والله جو المداح يقول متوسل الحي القدير محمد خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والتقدير عليه الصلاه والتكثير عربيه ويا عربيه تحرم جلي من له بالشاعر والشمير القايس فيا وغفل لي يمول التدبير لي والوالدي والمؤمنين يا خبير بالمؤمنين كل يسر لكل من عسير ومحي ما مكتوب علي من الشر وجعلوا لي في الخير وجعل خاتمتي ذكيه حن علي يوم الشباب مخشش وساع علي وعود اضوالي من قندير الشمعة مصورة مقدية الله الله وفرحني في مجيري نكير ومنكر لا خلى علي من ذيك الشهادة ناقير وجعلها عندك مرضية ويوم الحشر والنشر لحد الحق على قبية سقيني من حوض المنير نبي واشفعه فيا واكسني الله من حرير الجنة كسوى علي الله 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 هلسك الله هلسك الله هلسك الله هلسك الله هلسك ربك سواك لين تكمل بك الدين يا سيد الكونين يا ما كيفك موجود يا المعصوم من الشين يا المبرى يا عمود الاستقامة والدين يا الجود في الجود يا المونك الحنين يا العارض يا التبرود يا الانبياء يقين عند اكتافك مشهود على ذاك بتبيين من النص المعهود صليت عليك هجين دائرة في الخير نسود ونعود الصالحين منهم ومنين نعود صليت عليك لين نسلم يا المقصود يا طه يا ياسين يا الرسول المنشود يا بلقاسم الأمين يا محمد محمود يا المشتق من الحمد يا اللي طاك المعبود ربك لواء الحمد والمقام المحمود اللهم صل عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها امين الله صلي وسلم على سيدنا هذا زاد مودي نص لي انا هون مو ياسر حتى وباقي في تقوله يقوله محمد طه نبينا كل حمد وقرت عينينا وخاطي طه ما علينا وبلا معنا وبلا قيمه فينا عالمها عربينا بالنقذي والعزيم ومنادي بسب ويا الجواد نقع في مسايل وخيمه محذور الدرجه راهو عاد في الناس ومحذور القيمه الله الله ينزل الله ينزل لها الله يلسك اه زيد 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 زيدوني شوية كن عضو مخارج حد قديش بخطاها في القد الرسول اللي بعد شكله ما هو فينا محاله ذاك اشتد خبره قبل ما يجينا واللي ذاك يبعد فينا واللي ذاك يوسط فينا وفي نبينا شعب يقول فاتك بط يوم الحشر علينا زين حتى زين حتى لا زين حتى خارقه طلعه هو تقوله
تقول طلعة، تقول لا العتلي غزلية، تقول تقول بكنك مالك ولية، وعرفت يا غلقي الطب اني عمري فيك انتي مكلم ما هو مقلم، ونختارك بعد تزد عليك اني ماني تيت مع شريك، واللي فيه تعشريك موصيك اني قاعد محرر، ايوه اللي فيه عقيد نواصيك متريب فيه ومتعجب، غير انا قاعد عرفت البيك عرفت، وماني متريب بك انك مالك ولية، زين حد وعرفت يا اخي غيظ الطب اني عمري فيك انتي مكلم ما هو مقلم. زين حد زين حتى يقول الإمام الشافعي، لا مثلنا في الإمام الشافعي في التوجيه وفي الحكم، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يقطيه كما قيل السخاء، ولا ترى للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء، ولا ترجى السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، والله ولا حزن يدوم ولا سرور، ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء، وأرض الله واسعة ولكن إذا نزل القضاء ضاق الفضاء. عجيب الإمام الشافعي، عجيب 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 عجيب. فاضل احكي لي طلعتك ذيك اللي تقوله، لا تقيس جيد بالسيف ما يقيس جيد العنيف، ولا تعامل بالمتن ضعيف، ولا تلين له للعظمة، ولا تمرد مراد الصيف، ولا تزاحم عند الحجم، ولا تعود وكيل الليتام، ولا تعود عليهم خصام، ولا توجه شرك الكلام، كان قمن حد بكلمة، ولا تدير في راسك العوام، ولا تحوز عوام الردمة، وبين يامس هو واليوم باش فيه تفيق من النوم، قوم كانك قديت تقوم، لا تخلي ضيفك يظمى، ولا تعود في مالك مذموم، ولا تدير في راسك فظمة، ولا تشعب كره زقال باش مالك فيدك ينمى، ومال ما هو كسب حلال لا تشيتك به العتمة. الله يلزم الله يلزم، هذا هو نصائح الكتاب، ولا معقولات بهم زين، حكينا منهم شيء. الله يلزم. أنا نبغي طلعتك ذيك اللي تقول ذيك الرسول وهذاني في الدنيا ومرة، من المرحم مانك مخفي، ومن البساعة صفاء يا الرسول، وهذاني في الدنيا هما الرحماء، وأعطاك الله جميع المجد اللي ما نعطى قط الحد قبل الوجود، وعدت أحمد وانت صفيا بيا وآدم من قبل المحتد، مازال في طين والماء، وفيك من البدع المسدد فابتداء وانتهاء، يا طه الشي ما عنده حد الانتهاء، وابتداء وبرست افطنك مؤيد للكون، ولوات ارجاء به انت كانك قد خلقت كما تشاء، من لم ارحمانك مخفي، ومن البساعة صفاء يا الرسول، وهذاني في الدنيا هما الرحماء، وشمس الهداية محقة يا الرسول، الفات ترقى في السماء بلا مشقة، يلبيك الكون استواء، انفكرني كيف ترقى رقيك الأنبياء، يا من بك القلب رقى وبك فاز السعداء، لا عندك تبراد الدقة والقلب يجول بصفاء، ويا سماء مدقة ما طاولتها سماء من لم
أرحم مالك مخفي، ومن البساعة الصفاء يا الرسول، وهذان في الدنيا هما الرحماء. اللهم صل عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. إيه محمد، إحنا استحضر لنا شيء من منطقتنا، يسوى قاعد من شكليتو شنو لكم منه ذاك؟ الا الا وتو ذاك اللي مستحضر منه تو، هو هاي الجلسه تعود مفتوحه ما شاء الله، ما عنده اي مشكله. لا ذاك وتو اللي تيسر وتو بلغنا يحكيها، يحكيه وتو حق بعد ما تيسر. والله الله خير قطر، عاد تقول انا بعد الناس اصنعها وقيرها كله واطبعها طبع الفقايع وفقعها واختي فرضك علي. يا غير ام اللي ننفعها من قد اني باطن تيطش تعطيها في اسمعها واذنك موجوده هي حق بقى. ومن يوم جيتك في اصبعها نيتي كرفتني ونهي تمرك كنت تدش راعها وراء قيود الباديه وحباس تقع الشرادات انت دارك في القبليه وانا داري في التديات مكلف وذيك التديه. زين حط خارقة واحدة تقول ولا لا كام تقول ما بين تقول قال انك بحربتي بكمال للخلق وصرتك بعد انت مالي هناك بالمحال محرمتك مالك محرمتي. شروط الرضاعة واخبار صحتها لو عادت تندار في القول الصحيح للشرع لياك تعودي بعد اختي نور منهم شهود احرار شافوك اني رضعتي واستصرتي شرطا وقيار هذاك اللي به استصرتي. ها والله ما يثبت قد خيار من محرمتك كون لعدتي قط وصافحتي وجه نهار وانت ما قط وصافحتي ها اما محرمتك قاع اخبار ما فيه استدر خرق سمعتي قال انك محرمتي بكم هذا الخرق صرتك بعد انت مالي لينك بالمحال محرمتك مالك محرمتي مالك محرمتي. الله لي نسيان الله لي نسيان جاع عشيب جاع عشيب جاع عشيب جاع عشيب جاع والله العظيم والله العشيب الرسول الرب ناشيه طه لنا رحمة يهدينا. اللهم صل عليه وآله الطيبين هم أصحابه وهاليه يا ربي والتابعين. والرسول اللي زين الذات فات أعطاها المول الذات، والرسول المول الصفات أعطاه الصفات الزينة حتى وأعطاه من الآيات الزينة ومن البينة ياسر، وأعطاه المعجزات تثبيتا للمؤمنين، وأعطاه القيادة وسمات نفسه بجميع السكينة زين الأخلاق ما بقات علمنا بها عربينا. الله يمزل. والصبوة وضحكة جات زينة والتبسيمة زينة زين. ولين جل الناس اشتات الحقهم شي من العجينة اللي يعبد الأصنام وحجرات واللي طوبة واللي طينة واللي يعبد البقر والهات شينة تعد البيدينة. انقذهم راجل بالثبات نفسه هينة لينا بالهداية والموعظات مع الأفعال الرزينة. والرسول الجاب الملة الحنيفية بسم الله من هطل الناس القلب القرآن وبالسكينة، وهو اللي جاته بعد اللي في النص اللي بين يدينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على آله صلاة تعرفنا بها إياه. الله يمزينا. هو النص يقول حسني مولانا طابع للطماع من خلاقته، حسني مولانا طابع للطماع من خلاقته، وعلى داير طابعه اسمه زاد وعلامته. الخلق لا جاي يشبع ودور يتيب الصرع وفراشه دايم ينقلع منه هو وسادته. به القضوض لا ينفقع ما ذكي فقعته، بابه قاهي ما ينقرع ما متجوره طراحته، وراه الدار مندفع في النقر في وسط جماعته، يطمع زاد وينطمع فيه طمع طمعته. ولقاه في البادي ينبدع والقض الذي مارته حسني مولانا طابع الطماع من اخلاقته وعلى دار طابع واسمه زاد وعلامته. يا الله لي مزيان يا الله لي مزيان. خالق هون طلع يقول في يوم الجو المداح ما شفنا في جميع الامه متلاحق موجود، كيف دبوا الحمى قضوك وجود. ما شفنا في جميع الامه متلاحق موجود، كيف دبوا الحمى قضوك وجود. وانه كيف حد رفعه عند الناس وزين السمعه، والله كيف حد والله كيف قرب نبعه محال الودود، فات اعطاه قبيل دفعه من السر ومدود قد اللي يبقي دنيا كعب السر المكدود. ولا شفنا بجميع الامه ما شفنا بجميع الامه متلاحق موجود، كيف الدبوه الحمق الله كيف وجود. والله الله. وانه كيف حد فعله فهم القلم عاه زحله، ما يسبق له حد مثله جميله مريود بتواسيها قل وحلى به اللي معهود بتواسي شي زين وعلى هذا فيه شهود ما شفنا الله جميع الأمة. الله لسك وتمع ليم وما فخر ما وداير به شكرا
ما هو مطبع به يطرى كل نهار، وفود على وفود تجيه وترى لوفاي المقصود من ذاك المفقود وحر ذاك اللي موجود ما شفناه، والله الا وجميع الامم سلاحهم موجود كيف اللي موجود، الدبور والله الا والحم مغلوب كيف وجود، الله الا سكي، الله الا سكي، والله ما معقول. نعم اه تابع زيد زيد والله. هون نص طلعه محاوله منيانه في التوجيه، والله من الهبهار تقول ثلاثه من راسك تنزع بهم حد فعل وتفقع، ثلاثه من راسك تنزع بهم حد فعل وتفقع. ايوه لود منهم يلي تسمع، لود منهم يلي تسمع، هي شوفه فور المعروف يطيح من القلب ويرجع بشعال شتو بظروف. وتنين على هذا وتدمع، ومنين تدمع يوفى خوف يكبر عن قدو وتوسع باعك فيه وتنساه وتوف ويسقط من الاعقار فضر طمع وتخليه على هذا منصوب عقدك يرجع وتروجع ودي ما هو لعمر مخلوق مخلوق والله يا غير العين ثقال من شي حد سقط منها يرأو ما يرجع زاد لها قرش ويسوسين يقع الله لي مزين ذا وهكذا الادب او لا يكون هذا كاتيها لا شبت بصور الله قطعا العيش يسقط منها ذا كامل يقد يعالج كل شيء كامل اللي طاح الله يقد يعال وهذا هو هذا هو التوشيه او لا يكون الله هذا شيء كامل الانسان يقد 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 يسقد الفضل الله يقد يسقد المال يقد يسقد الديار والوتات ويتعيش فيهم يقير مصيبته في كرامته هي المصيبه العظمى حد طاح من العين وفوق الله 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 انا بعد عندي هون كيف قافي ما هو قافي متداول تبارك الله غير زين ومولاها بعد انا ما نعرفه يا غير بعد نختار نقول انا هون ذم منبر على انه قاف في ذا اللي حاك دخله الخاسر قبل ترد عليه سمع له قوال وقد قد ومنين يجي قدو خليه ما هو قاع ما هو قاع اكبر من قد الله لي مزيان هذا القاف الله لي مزيان هذا القاف انا يلا لي مزيان شخ... انا بعد مولاه يلا انا رافع له القبعه هذه اللي ما يقدر ينقال يلا لي مسيان وحقيقي يلا لي مسيان الله صرتك هالدسين والله يقول واحد راكب لقنا ومسادب وخباري في تعاين علة لقنا من كاتب والله من حكاي يلا لي مزيان يلا لي مزيان يقول 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 ابراهيم البحيد أنا أقول لك بعد توشيز عدة لغنة ما هو من اللي قالوا إذا اللي قالوا ويلو الله الله صالح يقارن ذاك اللي لا ينقلوا ينقلوا بطريقة ما الله الله لي مزيد هون هون شوي في الفخر قط قالوا سميل عن زين قالوا إبراهيم أبو حيد موجهين ذاك زين موجهين والتحية مع إنه قاعد قايب عن الساحة واحد ذاك اللي واحد فيه هذا مولي من هذا المنبر وبهذه المناسبة يعني نقول نقول لك أنت ونقول الشباب كامل ما شاء الله المبدع اللي اللي ما شاء الله عنده عنده نظرة زينة في الأدب وعنده نظرة بأنه هذا ركاتي الغياب عنه هو اسمه ما هو مقبول ولا يتواسى وهو هو اللي وخر ما يقدم يقدم الدارك عايش يجي ويحضر ويثبت يثبت وجوده ويثبت مثلا يدافع عن مولي مواقفه به للتوجيه هو الأديب موجه والتوجيه لين ما يتم خالق له لين يتراجع له يجيب له عكسه لا قدر الله وين يجيب له عكسه ما ترى ما انقطعت والله بعد معناه ان الأديب يصطو يحضر ويالطو يقول كلمته ويالطو يوجه والمجتمع أمتي لا تجتمع على الطلاق إيمان الله فاهم والمجتمع إلين إلين تسود رواية هو اللي لا يمشي وراها وين تتراجع يقد لا قدر الله يمشي ذاك ذاك اللي عكسه إذا من هذا المنبر داعي جميع الشباب وجميع الأدباء وجميع الشعراء وجميع المبدعين في أي مجال حق فاهم في الهندسة وفي الخط وفي كل شيء بينهم يثبتوا وجودهم ويوقفوا ويحضروا إعلاميا ويحضروا في كل وقت حق فاهم ونشوف والله تابع تقول هاي طريعة عمل الفخر قد قالها عام ماضي صاحب دين قال إبراهيم بحيدة كما قلت لكم راني موجه له تحية موجهين وإحنا مولي تحية من هذا المنبر والله يقول ما قطلقنا عسراني أيوة ولقط معنا جولاني حق ما قطلقنا عسراني ولقط معنا جولاني
مطلوب في البيت على السان ها ومقني ولساني سفته وانقاطع الكامل جاني الناس ومقني حد مقني حتى زين هذا ورك هذا انا حقت انا حكم من اقناع اللي ضابط الله يدسك يا الله باللي ما قد قاعد يكون ضبطه الله يدسك يا الله يدسك هذا زين بلا وطايه هذا زين يدي هذا زين الناس ما يعرفوا عنه زين الله خير خير قطر تقول يا عقلي بحزيمك وسط والخير التخمام موحد اللي دونه ليلة ما قطع عقلي عاد يخمم حد حد قبل حد وعاد سعليه منك لا تنقص معك فيه ايوه اي حد المولى يعطيه مول الملك الواحد لحد حد مونك فيه ويبقيه ومعاه يفوت متوحد دهر طويل هو في يديه شايط فوق قوام وفاز الحد يا عقل من التالي يرزق به حد اخر ما هو ذاك الحد ما هو ذاك الحد يلا يا عقلي بحزيمك وسط والله والخيف التخمام واحد اللي دونه ليلة ما قطع عقلي عاد يخمم حد حد الله قلت انا قلت فوت انا عطله فوت انا عطله في الشرق على ضبط فوت انا عطله في الشرق على ضبط ومبات على مطله والفوق على خبطه ها ها فوت انا عطله في الشرق على ضبط ومبات على مطله والفوق على خبطه يشرب البر البقر والناء ولا نصها ايوه ولقيت اللي يبهر الاخلاق عندك بر ولقيت اللي يبهر الاخلاق عندك بر سكي تاكل زين بعد هذا يشرب البن اللي بقر ونام ولا نصها ايوه ولقيت اللي يبهر الاخلاق عندك بر لا اله الا الله وحده لا شريك له هذه طلعه قلت لها شو تخريف ولا فلاك تحدي والله بات على مطله والفوق على خبطه راني عندي هذا عند الخاله في الشرق اللي وين لمت الابيض وغني رانا موجهين له ذا تحيه والله هاي الطلعه تبقيني كانت تبقيني نحكيها مين اللي حكى لها الاخلاق وزين عنده يا غير ما ساعدني الحظ مشكله الحفظ الله الحفظ هذا لا هو الواقع للناس هذا هو المش والله الله إن الرواة بلا فهم لما حفظوا حق مثل الجمال عليها يحمل الوداع الله فاتح الله فاتح ينفعه حمل الجمال له ولا الجمال بحمل الودع تنتفع الله لي بس الله يقول محمد هدار يقول يا محمد 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 يقول اللي هو هدار يقول ولده محمد نصايح زينة توجيهية زينة يقول يا محمد نختار نوصيك واسمع الوصايا يا محمد لا تستهون ششين عليك أفطن الأخبار لا ترتد ولا ترضى يا محمد مقام شوي ولا تجهل الأحكام وقرأ الأحكام على تسقام ولا عد تمجمع في بلد لا تقتاب وقلل الكلام وحذر لا تقعد في وجه حد وإذا عدت بجاهك هنيه أنا عتقاع عنك مانك بيه مسكي وإذا عدت بعلمك واسيه يا محمد الواحد لحد ومنين تواسيه الخاطئ مرك تخبارك يا محمد الله يمزين الله يمزين وحذرك لا تفلش مكر الرب وعلى قومك لا تسبب المسبب ما يطبب وفت سباب وكان المقصد وعود على راسه زرب ملاه يفتح عنه حد مسكي وجهل اللغة يا محمد شين وجهل النحو اللي ما هو زين حق وقرأ الأحكام وفرض العين واللي يا محمد ما وحد ذاك الخير يعود بلا دين وحذر لا تطرح يا محمد عن ذا كامل ما هو هيين هذا هيين لا رحد الله ينزل وسرك يا محمد لا تعطيه للي ما هو مفلوش عليه واللي من حد بقاك بقيه يسوى قرب وسوى بعد أسكي وسرع العار تفو بيه لغيه العار اخباره ما تشتد وجمع مجمع قبلك جوليها ارجع اختارك تتحيد كوني لعدت منين تجي عود من خيامه الاحمد الله لي مزين ما هو معقول قاع ما هو الله لي مزين ذا الله لي مزين ذا تاكل زين يلا لي مزين ذا اها اها مشي تابع والله لين احكي هون طلعه لا تعود الله مديحية لا لا الشكر زاد تقول قوثا وجاه ولا عار
ما عجب كان المجتمع مدوه في حاجة كل نهار عنده عدة تبو دمعة. زين خونا كرمك زايز الحدود في البقاع وخبرك مشدود. لا قروي النهر المولود بدمعة عدت في بقعة شائع فيها صيتك مرفوض للناس ودمراك متبعة معتقد كل بيصود فتنة فيكم متفعة وترت في العام المشدود اللي فيه الحي من بضعة الحيوان بقى فيه جمود لا حقا ماء فيه ولا لا مرعى مرها ولا عند قبالة الموجود فيه تهزيز ولا ربعة والخلق في صدعك في الردود وننو جاك فيه الصدعة سعيته وبذلت المجهود في انواع معطى وسعه يا ما لطيت مش مرفود ذهب خنط فالله دفعه واعطيت له تفنود طم الوتاد البدعه وجهز واحده بالوقود اياك تمتن بالدفعه سليمه مش فيه عود اللي معطيه له يكعه واللي معطيه له يكعه ومعطاك تفوق المعدود فتيلا بيك من زرعه نبعه فيك من عشر جدود لفراد العشرين نبعه هي رغم انف الحسود من هجار الرفعه والبركه والحكمه والجود معاك ولاهي من قطعه مازالت من ود الودود سايد كنت متبعه نبعه من الجد الجد تلود رود ودمقرون مع النسعه وبذا يلي جاهل منقود ما انك فاهم الاخبار رعه قولوا تو بلا تردد عند منين تم طلع قوثا وجاء والله ولاهي عار ما عجب كان المجتمع مده في حاجه كل نهار عنده عدت تبو دمعه والله لسك يا ضار الله انا مو معقول انا مو معقول جاء عنده هون هذا هذه هي طلعت اللي تجي هاي كنت تحكي عنده هون طلعه يقول حد من الودري رفدوهن في يا عيب التروان لا عنده لي ماني فما راني عنده رجال الله الله وطرق مريا هذا الحين ذنتين وتشوف اللي ذنتين واحده عنده لي عند منين يبيع لهم اللي معتاد ايوه وطريق الى خرضوا طرقينه للجلاد وهو مزاد لك صاني من هم الى خزينه وعنها باطن الرعاة حد من الودري نفدو هم فيا لا يعب التلواد لا عنده لي ماني فهم راني عنده لي جلاد الله اللي من سير صرتك الله لها هذا حجتني طلعة قلتها في الرثاء الشيخ العلامة الولي الصالح الشيخ سيد محمد الكنتي وخيط كبير وخيط و و و وفيها نوع تعرف من رثاء المنطقة اللي فيها جسده الشريف المبارك تقول يا فصك انت يا بل خزين الدين والمرولة هني اسكي والولاية والعلم يقين بك احتضانك للكنتي آه. قولي لي قبل الشيخ ومين سيدي محمد الكنتي كنتي فيافي ساحل بين ضلوع الزفال وكنتي مرتع للوحوش الشينين ولين العذراك سكنتي وتمكنتي حالف يمين اللي يفصك تمكنتي وقبلتي الكتاب بيمين يفصك ولا قطر كنتي للظلم وهذا حدا قادم توسل الله بكنتي فيرا مقصود وإلى عادل ما وكنتي متكنتي الله يزين صرت أقول اللي زين الله يزين الله لها الله لها هذا تابع محمد هذا علودي يا فصك انت يا بل خزين الدين والمروله ثنين الله يزيد والولايه والعلم يقين بك احتضانك للكنتي قولي لي قبل الشيخ ومين سيدي محمد الكنتي كنتي فيافي ساحل بين وضلوع الزفال وكنتي مرتع للوحوش الشينين ولين العزراك سكنتي وتمكنتي حالف يمين اللي يفصك تمكنتي وقبضتي الكتاب بيميني يفصك ولا قطر كنتي للظلم وهذا حدا قادم توسل الله بكنتي فيرا مقصود وإلى عادل ما وكنتي متكنتي الله لي بالزد الله لي بالزد الله لها الله لي بالزد هذا ما هو شيك دينجال هذا ما هو محمد دينجال محمد قول لنا الشيء قول لنا الشيء هذا ما هو شيك دينجال خارقة طلعة تقول هاي تذكر لك طلعة هون يسوقوا هاي الطلعة ظرف اللي تقول لقني اللي منك متكنت علي كان يقدر الريان قل له لك بيا قلت وقلت قلت قول لقني اللي منك متكنت علي كان يغلى الريام قل له لك بيا قلت وقلت قول لك الأعضاء أنا لغن ما يحجل عني عن قول لك نذهل حد تهمني مبدل لا نظار ولا فهام ولا مواسيني
التمقلل فقولي باش لريان امر الباقي يعدل اللي الكلام فعلته تان والكلام صار يحتاج الوعل ولا قطع الوعل يحتاج كلام يحتاج كلام صفتك لها دارك العقل من الديار ارحيلك عنها لان دار يسوى فيها لك كل عار ويسوى فيها تكدارك تم على دارك لا تعن وعلى دارك ما دارك واللي زين لك دار عن دارك لا تنسى دارك لا تنسى دارك الله لي مزين الله لك يا واحدة مزين الله لي مزين بويا شكر قاد جاه ولم الشركة فيه ولم قالوا فات راه ودرك يخمم فيه ما عندي عن حد يبدع لغني وزن قد يسمع شكر كون يصد يدفع صردين يجي ايوه جاي بدعو فدي يسرع بالجاي بيحكي وانا بي عدي يسرع الجاي برعي هو يشكر وقاد جاه ولم مشترك فيه ولما قالوا فات راه ودرك يخمم فيه يخمم فيه الله هذا ما هو معقول هذا ما هو معقول ما هو معقول لتجيب محمد تفضل اذا عاد عندك انا لهنا لهنا اختم ب بقاف قاف يقول الجول مده والله يقول يوم الحسرة لكل حد يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم وخاطئ ذنبينا ما يقد من الله يشفع فينا يشفع فينا والله السلام عليكم إذن لهن حاولوا نختموا بطلعة فيها التوجيه وفي هذا كامل في هذا كامل قد تعود مولدي فيها شيء مثلا ما هو ما هو على ظاهرته يا غير بعد هي توجيهية تقول فرض صلاة الجمعة معروف حق وامر به الحي الرؤوف والله حد الحق وقت عليه وتوه ذاك يجي في الجامع الشامع حق كون من آدم عذر معروف أعمى والله ما هو السامع والله حد عجز عن لقوه ذا مات في الجامع طامع يا غير اللي ما هو مقيس لا حد يشوف والسامع وحدة جامع ويقد يقيس الشامع مقاس الشامع على وقع هذه الطلعة نعود انتهت عناصر هذه الحلقة من برنامج الراوي اللي استضفنا فيها الأديب الشاب محمد والشيخنا والحبيب الملقب الداه شاكرين على قبول الدعوة والشكر موصول لزملائي قيثي والمحمد فال محمد والعيد وفنودال في التصوير وفنودال طهمان والبود وفي الصوت توتو متمولود وفي الإخراج زميلي محمد والطراح وهذه تحياتي محمد فاضل والبناني وإلى حلقة أخرى السلام عليكم ودمتم في رعاية الله.